مواجهة مرتقبة منتظرة قمة كبيرة، كل شيء أصبح جاهز من أجل مباراة ممتعة هذا اليوم. أي أجواء في مباراة اليوم، أي حضور جماهيري كبير. نأمل أن نشاهد مباراة ممتعة، بالذات أنه الطقس اليوم رائع والسماء صافية، كل شيء أصبح جاهز. جو كورة يا جماعة ومباراة منتظرة يا جماعة. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء. جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. شيء لا يمكن وصفه بصراحة. بداية أحداث اللقاء. كرة طويلة للأمام. بكل قوة بكل إصرار يواصل مشواره. تحكم مذهل بالكرة. مرت الكرة بشكل جميل. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. يحتسب الحكم ركلة حرة. بلنزياغا يلعب الكرة، لعب مونياين. الله، رائع جدا هذا التصدي، كم كانت كرة صعبة وكم كان حارس رائعا. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كرة للمنطقة الأمامية، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. تلعب الكرة إلى الأمام. كرة طولية إلى الأمام. لا، تمريرة بعيدة جدا. إسبينوزا يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. أليكس غارثيا. فاليري. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. مرت الكرة، تسديدة في اتجاه المرمى. حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينه. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. ويلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. كرة من جهة اليمين، كرة عرضية، يمسك الحارس بالكرة. وها هي نهاية الشوط الأول.
إذن سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. 45 دقيقة أخرى لفك الارتباط بين الفريقين بعد الشوط أول كانت الكلمة فيه للدفاع. فاليري يتعثر ويفقد توازنه. الحكم يشير لوجود خطأ ضربة حرة. حكم المباراة يخرج الإنذار. يلعبها ببراعة. يا له من تصدي من حارس المرمى. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كرة طويلة للأمام. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي. مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. إسبينوزا يلعبها طولية. إمرو يلعب كرة بينية. لديه الفرصة. ها هي التسديدة. الكرة الخطيرة. يا إلهي وتحقق أخيرا الهدف الذي كانت تحتاجه المباراة. تحرك في منتهى الروعة. راوغ المدافعين وكأنه لا يرى أحدا في طريقه. نتابع المباراة والنتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. كرة طولية إلى الأمام. خوانبي سامو سايز. تمريرة قوية أكثر من اللازم. يلعب كرة عرضية. يحاول لعب الكرة بالرأس. لم يتعامل معها بشكل جيد. فاليري يلعب كرة طولية إلى الأمام. تلعب الكرة إلى الأمام. أليكس غارسيا سامو سايز. أليكس غارسيا سامو سايز. أعتقد أنها بالفعل مخالفة. يتفق معي ربما حكم المباراة. يطلق صافرته. نعم الآن إمكانية المرتدة. الكرة ملعوبة من مسافة. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة.
أليكس غارسيا، أوناي سيمون ينجح في التصدي. كرة طولية إلى الأمام، تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى ربما بهذه الوضعية تقريبا يمكن القول أنهم استسلموا واقتنعوا بأن هذا ليس يومهم. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. كرة لم بعد أن انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف بدل الضائع، صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية. إذن مباراة كانت متأرجحة بين الفريقين، مباراة كانت تحتاج إلى شوية حظ، كرة عاندتهم في بعض الأوقات. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه بالتأكيد. ليلة كانت غير عادية، مباراة كبيرة. شكرا للاعبين على ما قدموه من أداء في مباراة اليوم. بالتأكيد أنني سعيد بالتعليق عليها، وبالتأكيد أن الكثير مما تابعوها سعداء بحضور مثل هذه المباريات. سعدت بصحبتكم في مباراة اليوم سيداتي وسادتي. نهاية اللقاء، نشكركم على حسن المتابعة. كان معكم فهد العتيبي.